قال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 31 من تلك العناصر. قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة التحقيق في واقعة إطلاق النار على محام بمحكمة مدينة نصر السبت الماضي إلى قاض تحقيق منتدب من وزارة العدل، ويأتي ذلك القرار استجابة للطلب الذي تقدم به عدد من المحامين للنيابة مطالبين بندب قاض للتحقيق لأن النيابة تعد طرفا أساسيا في الواقعة. وكانت النيابة قد انتهى دورها في القضية اليوم الاثنين بالاستماع لأقوال المحامي المجني عليه، حيث أكد أنه حدثت مشادة بينه وبين أحد موظفي النيابة، وحدث تجمع من قبل الموظفين حوله ما دفعه للفرار، وأثناء قيامه بالجري اشتبه فيه أمين الشرطة وأطلق النار عليه. كانت نيابة شرق القاهرة قد قررت أمس الأحد حبس أمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما اعترف بتحقيقات النيابة أنه هو من أطلق النار على المحامي. كشف مصدر أمني تفاصيلا مثيرة في واقعة القبض على منفذ تفجير محيط القنصلية الإيطالية الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم القبض على المتورطين الحقيقيين بارتكاب الحادث الإرهابي. وقال المصدر إن الخبر المنشور في بعض المواقع الإلكترونية للمتهمين بتنفيذ تفجير القنصلية الإيطالية عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن هذه الصور والأسماء لبعض الهاربين من السجون المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وأن وزارة الداخلية كانت ستعلن عنهم في وقت لاحق. تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية خلال حملة أمنية من ضبط رجل أعمال يدعى أشرف وشهرته الكبير بتهمة النصب بالكروت الذكية في الطلبية بفيصل، وتم استهداف رجل الأعمال لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب بالكروت الذكية المستخدمة في منظومة الخبز الجديدة على المواطنين بهدف التربح وإخفاء المتحصلات من هذه الجريمة تحت ستار كافي شوب وسلسلة مخابز يقوم المتهم بإدارتهما مرتكبا جريمة أخرى وهي قضية غسيل الأموال. وكانت نجلة رجل الأعمال قد اعترفت على والدها بقيامه توزيع الكروت الذكية التابعة لمنظومة الخبز على المواطنين، فيما أنكر المتهم كلام نجلته وأنه ليست له صلة بالكروت الذكية. أسعد البطايق دي من بلدنا. بلدكو فين؟ بلدنا في الرهاب. تمام الجيل. عند مين؟ عند جدو؟ عن تيتا. واصلا البطايق دي مش هناك، لكن هما وزعوها، خلاص ما عادش ولا ربع بطاقة هناك. وزعوها هناك في وهاب صح؟ ما وزعوهاش هنا. وبابا فاتح بقالي التموين هناك، يعني عنده سكر وزيت، بيبيع سكر وزيت الحاجات دي. والبطاقة بتقعد معاه شوية، ولا عايزة تاخد منها شوية رصيد تاخد بيها فلوس. تلقى اللواء سمير غريب نائب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع انفجار كبير داخل مدرسة وإصابة صياد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المدرسة وقوة أمنية بقيادة الرائد وليد مقبل رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الانفجار نتيجة محاولة شخص يدعى محمود صياد سرقة اسطوانة غاز من المدرسة، وأثناء قيامه بقطع خرطوم الغاز الواصل بين الاسطوانة والبوتاجاز كانت في يده سيجارة مشتعلة ما تسبب في وقوع حريق وإصابته بحروق خطيرة. تم نقل الصياد إلى مستشفى المنصورة الدولي وظل عدة ساعات داخل المستشفى، إلا أنه توفي بعد ذلك.
تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لقطة تبكي من شدة الألم، حيث يقول التعليق على الفيديو أنها حالة فريدة لم يرى الطبيب المعالج مثلها من قبل. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. بعد قليل هنناقش هل يمكن الاحتجاج على حزب النور بتأسيس حزب مسيحي باسم أم النور ردا على السماح لحزب النور بممارسة العمل السياسي، على اعتبار أنه الاتهامات الموجهة إليه بأنه حزب ديني. فللرد على ذلك، مجموعة من الأقباط أسسوا حزبا مسيحيا باسم أم النور. هل يمكن أن أحتج على حزب يستخدم الدين؟ هكذا توجه إلي الاتهامات، بحزب ديني مسيحي، يعني هل يمكن أن نلعب بالنار بهذا الشكل، ولا ده من حقهم إذا سمحنا لحزب النور بالاستمرار في العمل السياسي؟ هنناقش القضية معاهم بعد قليل. تعالوا نشوف. امبارح كان في عزاء الفنان الكبير سامي العدل، وكمان جنازة العملاق الفنان الكبير عمر الشريف، لم نلحق بهما. نشوف اولا عزاء الفنان سامي العدل. سامي العدل والاستاذ عمر الشريف قامات ربنا يعني يرحمهم ان شاء الله باذن الله عند ربنا. اعتقد ان احنا فقدنا انسان مهم قبل ما يبقى مجرد فنان مهم الحقيقه. الله يرحمه، الله يرحمه. خساره كبيره جدا سامي العدل، ولكن اعتقد انه فنه موجود وابداعه موجود، وانا خسرت صديق عزيز جدا واخ اكبر. الله يرحمه. ابن البلد الشهم فعلا ملوش عدو، الكل احبائه. أنا ما شفتش حد عدو لسامي العدل. كان له بصمة كبيرة في انتقال السينما، وده غير أنه راجل جدع وطيب يعني الحقيقة، فالواحد هيفتقد سامي العدل. إن شاء الله يكون مسواه الجنة إن شاء الله. بنعزي روحنا قبل ما بنعزي أسرته، لأن بنعزي فنان مش أنا اللي هتكلم عنه، اللي من تاريخه والله يرحمه. البقاء لله وربنا يرحمه ويصبر أهله، كان عزيز علينا كلنا، وكنا كلنا بنعتبره أب لينا، واسمه الخال والحكاي بتاعنا. فبس هو الحمد لله مات في أيام مفترجة، وإن شاء الله في الجنة بإذن الله. الله يرحمه سامي أخو، وعمر طويل، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى عز وجل المغفرة والرحمة، وأكرمه بأنه توفى في أيام مفترجة. يا رب يكون منعتق النار بإذن الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني اخترنا يعني حد عظيم وقلب طيب وراجل في منتهى الجدعنة، وربنا يصبرهم يا رب، صبر أهله. بقاء لله. البقاء لله في الفنان سامي العدل، وربنا يصبر أهله يا رب. عايزة أقول له هتوحشنا جدا بجد، هتوحشنا جدا، وهتقطع في الوسط ده جامد، هيقطع. هو كان اجدع من اجدع رجاله في الوسط. رحمه الله عليه. صدمه، الموضوع صدمه بالنسبه لنا، كان مفاجاه، لكن يعني قدر الله وما شاء فعل، ربنا يصبر اهله. بقاء لله والله يرحمه برحمته يا رب. البقاء لله استاذ سامي العدل، راجل جميل وجدع زي ما الوسط الفني كله بيقول عليه. اللي بيفضل من الانسان عمله الطيب والخير، واستاذ سامي العدل عمل خير كتير جدا، وقف مع ناس كتير جدا، وكان راجل وكان شهم جدا، وكان راجل دمه خفيف الله يرحمه. بقى لله وربنا يصبر اهله ويصبرنا كلنا يعني، والحمد لله وميت في ايام مفترجه. بقاء الدوام لله، وربنا يصبر قلوبنا جميعا وكل محبيه وكل عيلته. فقدنا انسان من الدرجه الاولى، وفنان طبعا ما فيش زي. بقاء لله. لا نملك الا ان احنا ندعي له بالرحمه والمغفره، ومات في ايام جميله. ربنا ينولنا الواحد يودع الدنيا بالطريقه دي. بعزي الامه الاسلاميه والشعب العربي في وفاه فناننا العزيز الاستاذ سامي العدل. من احن الناس اللي ممكن تشوفيهم،
اللي معاه ما كانش له، كان للناس، ربنا يرحمه. اجعله من عتقاء النار باذن الله ان شاء الله، يعني اسكنه فسيح جناته. الجدل ما زال مثارا حول أزمة المحامي الأستاذ محمد الجمل اللي أصيب. كان البعض أعلن أنه قتل في البداية، وتبين بعد ذلك أنه ربنا نجاه الحمد لله وأصيب، والاتهامات موجهة لأمين شرطة بإطلاق الرصاص عليه. في معلومات جديدة متداولة هنحاول نتأكد منها. احنا طبعا حاولنا نتأكد منها من الأستاذ محمد الجمل نفسه، ولكن هو ما زالت حالته الصحية. لكن الأستاذ محمد عطية المرافق له هيقول لنا ايه أهم هذه المعلومات. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. أستاذ محمد الجمل، ما نقدرش بعد ما تخلص ناخد منه جملتين كده؟ للأسف والله يا فندم معاليك دلوقتي. الأستاذ محمد كانت حالته الحمد لله رب العالمين تقدمت وكانت للأحسن، ولكن للأسف الشديد يعني بقت أسوأ من الأول. ليه الأطباء قالوا لكم إيه؟ بيعاني من تهتك في فصين في الرئة ودخول وخروج للطلقة من البطن معاليك. هي رصاصة التقرير الطبي بيقول إيه؟ رصاصة فين؟ معاليك من أسفل كتف ومن فوق، دخلت مرورا بالرئة وخرجت من البطن. طيب يعني حالته الصحية كانت استقرت شوية وبعدين بتقول دلوقتي انها ساءت الى حد ما. للأسف الشديد اساءت وبقت أسوأ من الاول كمان. لا ان شاء الله يقوم بالسلامة. استاذ محمد كان في بعض التصريحات نسبت للاستاذ محمد الجمل، قال انه امين الشرطة لم يقصد اطلاق الرصاص عليه. الكلام ده يا فندم غير صحيح بالمرة. انا مع حضرتك، احنا حاضرين التحيات عن طريق رئيس النيابة الكلية بمدينة نصر. استاذ محمد عطية شرفت معاه الاستاذ محمد صلاح هاني، سعادتك موجودين. لم يصدر اي تصريح ولم يبرئ الاستاذ محمد الجمل اي شخص. يعني الاستاذ محمد الجمل ما قالش انه امين الشرطة لم يقصد اصابته. الاستاذ محمد الجمل اكد لامين الشرطة واخرج هويته اللي هو كارنيه المحاماة اللي بيحمله، وقال له انا محامي اكتر من مرة، ولكن تعدي السكرتير امين السر او معاون سيد وكيل النيابة اسمه احمد عز، سعادتك احمد عز الدين ده سكرتير تحقيق لاحمد بيه توفيق وكيل النائب العام، وهو اساس الواقع معاليك وهو المحرض الاساسي لعمليه اطلاق النار التي تمت على الزميل. ليه هو اللي قال لامين الشرطه اطلق؟ يعني الخناقه كانت بين سكرتير المحكمه. المساله بدات بمشاده كلميه بعيده عن الاستاذ محمد الجمل خالص، مشاده كلميه ما بينه وما بين زميل، تدخل الاستاذ محمد الجمل لحل الموضوع دوت. تلفظ طبعا السكرتير مع ان المفروض خروجه ما كانش ليه اي داعي في طرقة النيابة، المفروض انه مكانه الصحيح جوه في غرفة التحقيق، ولكن للأسف الشديد طلع بيحط الكلبش بنفسه في ايد المتهم اللي كان حاضر المفروض انه هيحضر معاه الاستاذ محمد الجمل، وده شغل ملوش اي علاقة تماما بالسكرتير، ولكن طبعا تلفظ بألفاظ خارجة عن المحامين وعلى نقابة المحامين اجمع، وبالحرف الواحد قال له هو مش علشان خاطر السيسي اعتذر لكم هتيجوا تتنططوا علينا، وحصلت مشادة. وبالفعل الموظف اللي هو السكرتير سكرتير التحقيق سكرتير نيابة مع المستشفى، سكرتير النيابة اول مدينة نصر. يعني المشادة بدأت كده، قال للمحامي انتوا مش عشان السيسي اعتذر لكم هتتنططوا علينا. يعني بالظبط يا فندم، وفعلا حاول ان هو يثير البلبلة والفزع في ضمن الموجودين المحامين اللي كانوا موجودين، واستعان بزملائه وحاولوا يتعدوا الاول بالايدي على الاستاذ محمد الجمل والاستاذ احمد قط. وطبعا لما تزايدت الاعداد
الاستاذ محمد بيهرب منه، لانه في بعض الاشخاص منهم حاولوا ان هم يقلعوا الحزمه اللي هم لابسينها ويلفوها حوالين ايديهم، وفعلا تعدوا على الاستاذ محمد، والاستاذ محمد قض والاستاذ احمد قض، وجري منهم الاستاذ محمد خوفا من الموقف اللي حصل، وهو بيجري من الباب الخلفي لسرايا النيابه اللي كان موجود فيها. قابله امين شرطه في الدور الخامس اللي هو مطلق النار عليه. الاستاذ محمد قال له انا محامي والناس بتجري ورايا وبيستغيث بيه، الا ان طبعا السكرتير قال له اقتله، قال له اقتله اضرب عليه النار اللي هو المفروض نار. وهو السكرتير عنده صلاحيه انه يديله تعليمات لامين الشرطه؟ سعادتك انا لا اعلم، حتى الان نحن في مهاطرات، انا لا اعلم ذلك. ما خلينا ندقق بس المعلومات استاذ محمد، انت عارف ان الكلمه في الازمات من هذا النوع يعني ممكن تتسبب في فتن، يعني خليك يعني الشهاده دي شهاده بتقولها وانت بتقول بداخلك اقسم بالله العظيم اقول الحق، اقسم بالله العظيم هذا ما تم بالفعل على لسان جميع الموجودين والحاضر الواقع الفعليه، مش حاضر الواقع المزعومين اللي اتوا بيهم علشان خاطر يضللوا الحقيقه. استاذ محمد الجمل اخرج كرنيهه واقر لكل الموجودين انا محامي وجاي في شغلي، بتعدوا عليا ليه؟ لا انا بسالك يعني ليس من يعني ما فيش امين شرطه سكرتير نيابه او سكرتير جلسه هيقول له اضرب بالرصاص هيعمل ده، تعليماته ما بياخدهاش من 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 هذا الموظف. السكرتير يا وائل بيه ادعى ان الاستاذ محمد الجمل المحامي بعد ان اخرج ليه الكرنيه ادعى ان هو في البدايه قال مسجون وبيهرب، وفي مره تانية قال حرامي امسك حرامي، ومع ذلك يعني اوهم امين الشرطه انه ده مسجون وبيهرب. الشرطه هو القن امين الشرطه، وامين الشرطه معليك دلوقتي امين الشرطه وقف لوهله بسيطه مع الاستاذ محمد الجمل، والاستاذ محمد الجمل اخرج له كارنيه وقال له انا محامي انا بستنجد بيك عايزين يضربوني، وهروبه كان هروبه من الضرب مش هروبه علشان يقتل يا وائل بيه. وبالفعل نزل الاستاذ محمد وبيهرب من الموقف اللي هو فيه واللي اي انسان ممكن يوضع فيه، وبالتالي امين الشرطه اطلق الرصاص عليه. طيب في كل الاحوال يا استاذ محمد هنتعامل مع ده على انه خطأ فردي او خطأ ينسب لاصحابي، يعني خلونا في هذه المرحلة ما يتقالش انه اصله الـ يتم استهداف المحامين. يعني لا ايوه معليك، هو ليست باستهداف المحامين، هو الامر تطرق في البداية ان محامي بيؤدي وظيفته، ولكن الامر ما في نفس السيد السكرتير اللي احنا لا نعلم حتى الان صلاحياته، اللي هو قام برضه بضرب الزميل الثاني احمد قض في مكتب السيد وكيل النائب العام، ودي واقعة ثانية تم التحقيق فيها بعيد عن اطلاق النار تمام، وضربه بالفعل بعد استئذان السيد وكيل النائب العام احمد توفيق وفي مكتبه استاذنه وضرب الزميل احمد. طيب خلينا اسال معانا هسال الاستاذ عاطف عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية. يا استاذ عاكف اهلا بيك. أهلا أستاذ وائل. أستاذ عاكف الأستاذ محمد عطية معايا أهو، هو مرافق للأستاذ محمد الجمل المحامي وحكى الواقعة وقال إنه يعني المحامي محمد الجمل لم يدلي بتصريحات بيبرأ فيها أمين الشرطة كما ذكر، يعني تفضل تعليقك. شوف يا أستاذ وائل، أولا حضرتك يعني اجبت على كل الاسئله في سؤالك للاستاذ محمد عطيه. يعني حضرتك قلت حاجه وانت يعني معروف عنك الذكاء والدهاء. الذكاء والدهاء على فكره. الله يخليك. وفي اجاباتك وفي استخراج الحقيقه. انت قلت كلمه هو من سلطه السكرتير التحقيق انه يعطي اوامر لامين الشرطه بالضرب. هذا التعبير وهذه الجمله هي مشكلتنا كانت في هذه التحقيقات. بمعنى اولا هل القانون يسمح لاي متهم ان يمثل امام السيد النائب او وكيل النيابه او القاضي وهو مقيد بالقيد الحديدي؟ هذا السؤال اترك حضرتك تجاوب عليه وتناقشه. القانون يمنع هذا حينما يكون المتهم بالقيد الحديدي يدخل حجرة وكيل النيابة أو يدخل أمام القاضي لازم يتفكر كده الحديد. ده ألف به طبعا، يعني حتى لا تصادر حريته، حتى طبعا
لا يكون مقيدا يعني. طبعا طبعا، لان انت جاي النهارده في بيت العدل، انت في بيت العدل دينا متوحد نمره اثنين. لما يجي سكرتير التحقيق سكرتير النيابه واخد بال حضرتك السؤال اللي بقى لسبب تساله ويضرب الاستاذ محمد الجمل بالقلم امام السيد وكيل النيابه ولم يحرك وكيل النيابه ساكنا في هذه الجزئيه، وضربه قلم نتيجه ان المتهم المقيد بالقيد الحديدي يشتكي من القيد وضغط القيد على ايده، ما كان الا امير الشرطه قال له اسكت، فضرب ايد المتهم جت في وش المتهم يعني واخد بالك، يعني قال له اسكت راح امر بايده، فالراجل وهو القيد الحديدي في ايده راح جت في وشه. فمحمد جمل بيقول له ان هذا اجراء غير قانوني، هذا اجراء غير قانوني. كيف يجرؤ محمد الجمل وهو محامي ما هوش وكيل نيابه ولا هو سكرتير نيابه قريب حد متعين بالواسطه او غيره، يجرؤ محمد الجمل المحامي ان يلفظ بهذا اللفظ امام الذات الالهيه الخاصه بالنيابه، يقوم سكرتير النيابه يضربه بالقلم قدام وكيل النيابه، هذه واحده حضرتك انا عايز تفسير ليها، وديت على فكره خافيه عن التحقيق نهائيا، هذه الجزئيه ليس لها صدى بالتحقيق. نمره اثنين، لما انا اضرب بالقلم ورديت القلم يبقى انا كفرت، لان انا مش بشر، البشر يا وكيل النيابه يا سكرتير النيابه، هو ده البشر وننحنيله ونجله والمحامي ده لا انا 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 بس يا استاذ عاكف مش عايز اصور المساله استاذ وائل مش عايز اصور المساله كمان هدخل النيابه في الصدام انا بتكلم يعني في الصدام بين المحامين والشرطه هنطور المساله للصدام بين المحامين والنيابه الشرطه بالشرف الشرطه بالشرف يا استاذ وائل في بعد اذنك يا استاذ وائل الو اتفضل انا سامعك اتفضل بص يا استاذ وائل انا بقول على تصرف فردي من وكيل النيابه الا الا اخطا يحاسب يا جماعه بس انت لما تقول لي اصل اصل الانسان بس او البني ادم بس هو وكيل النيابه هنا انا بحولها لقضيه عامه ما فيش انا يعني قضيه عامه يا فندم لان انا لما يجي التحقيق يعني هل كل وكلاء النيابه لا يحترمون المحامين لا مش كل وكلاء النيابه ده سؤال يعني دي حسب بقى الثقافة والبيئة والخلافه خلاص عشان كده بقول لك تعالوا نتعامل مع الوقائع على انها فردية يجب ان يحاسب ويساءل اصحاب ده اذا صحت الرواية دي ما انت ما كنتش موجود كمان يا استاذ عاكف يا استاذ وائل كل الناس قالت هذا الكلام اذا صحت هذه الرواية هذا الكلام مش موجود يا استاذ وائل لما تقرا التحقيق وتجري التحقيق مع السيد يقول لك ما قولك ذكرته المباحث لكذا وكذا وكذا المباحث قالت رواية ما هو حتى بص يا استاذ وائل حتى الجهل القانوني لقنوا الولد امين الشرطه روايه هم اعتقادا منهم ان هذه الروايه حتنجيه وبالعكس هذه الروايه التي قالها امين الشرطه تنطبق عليها امين الشرطه قال ايه؟ قال ايه؟ امين الشرطه بيقول اولا انا مش انا انا الحرس بتاع مدير نيابه غير النيابه اللي فيها التحقيق دي واحده يعني مش طرف الحدوته دي ولا هو موجود في المكان اللي فيه الاعتداء يبقى ده جاي من نافله كده جاي يعني بالباراشوت على الاحداث. ثانيا الوكيل النيابه اللي قاعد والحرس اللي هو جاي بالمتهمين معاهم سلاح ايضا وهم دول متواجدين في الايه في الاحداث وانا بوري لك ان الروايه كذب وان ما حدث غير ما هو مذكور في الورق خالص. زي الاشياء اللي حضرتك عمال تقول عليها ان هم بيقولوها ان محمد الجمل قال كذا وكذا ما حصلش. محمد الجمل قال والله بره عشان كده احنا بنتاكد من اصحابها. طب ما انا بقول لحضرتك انا كنت عند محمد الجمل امبارح والنقيب سامع عاشور رحمه وكنا قاعدين معاه وقعدنا معاه وكان حالته كويسه ومستقره ومبتسم ومبسوط بقول ربنا نجاني لانه فقد ثلاثه يا راجل ده محمد جمل قاعد مرمي على ظهره والدم بيزف منه والسيد وكيل النيابه مش راضي يخلي حد يوديه انا كل يا استاذ وائل انت طيب. النهارده لما انا لا اديني فرصه بعد اذنك دي وحش لما السكرتير بتاعي انا يضرب المحامي وانا قاعد تفسرها بايه دي؟ تفسرها بايه؟ ويجي بعد كده سكرتير النيابه بعد ما يجي محامي ينتصر لزميله او يحاول يحوش عن زميله يخش يقول له عن اذنك يا فلان بيه
ويروح ضارب بقى اللي ورد تاني المحامي التاني بالقلم قدام الوكيل النيابي. فلان بيه ما احنا بقى حكايه يا استاذ عاكف، خلينا نحقق في كل هذه الوقائع، يعني فينا ما يكفينا من ازمات وفتن، تعالوا ننزع فتيل الانفجار. يعني استاذ وائل نحن حريصين على مصر، يمكن يعني مش عايز اقول يعني طيب، بس اصل كمان يا استاذ عاكف انا حاسس المساله بتدخل فيها مزايدات انتخابيه، كل ما تزود هتكسب الانتخابات، كل ما صوتك يعلى عينك خلي عينك على الانتخابات. يعني الانتخابات يا البعض بيشتغل، البعض البعض بيشتغل النار، انت عاوز في بعد ضرب بالنار يا استاذ وائل؟ يا ما انا ما بقولكش ما يتحاسبش، بس انا ضرب بالجاز. طيب انا اسالك سؤال، الا يوجد من يستغل هذه الحوادث وعينه على الانتخابات؟ الا يوجد؟ انا مالي ومال الانتخابات يا ده موضوع انا مش مطروح اطلاقا يا استاذ وائل، هذا الموضوع مش مطروح، احنا ناس اكبر من الكلام ده. لا موضوع مطروح يا استاذ عاكف، هناك كل ما تزود في كل ما تزود هتكسب انتخابيه. لا 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 مش بالنسبه لي، انا مش مطروح. انا ما قلتش انه مطروح بالنسبه لك، انا بقول انه مش مطروح هناك جبهات. انا الموقف يا استاذ وائل، انا الموقف اللي اخطا يحاسب ويساءل، بس انا ضد ان المساله تتحول الى انه لا المحامين بيتم الاعتداء عليهم في غرف النيابة، ويتم الاعتداء عليهم في المحاكم، ويتم الاعتداء عليهم في أقسام الشرطة. في البعض بيصور القضية كده. لا 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 يا أستاذ وائل، أنا ما قلتش كده يا أستاذ وائل. يبقى احنا أمام واقعة فردية اللي أخطأ فيها يحاسب، اللي ارتكب جريمة يساءل. لا انا ما كملتش كلامي، حضرتك قطعت كلامي، انا ما قلتش. طب اتفضل يا استاذ عاكف، بس عشان ايه ما يعني ننهي الفكره وانت حضرتك اوضحت، يعني اتفضل. اولا ارجع الى ايام 30/6، هتجد ان اكثر برقيات تأييد وتوكيل ومبايعه وتفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي من 75، هذه واحد عشان ما نزيدش ايه، ما نقولش احنا كان او كده. فاحنا حريصين جدا على هذا الامر. انت كنت بتدافع وتخلص مصر بطريقتك من العصابه الارهابيه، واحنا كنا موجودين في المواقع. لا احد يستطيع ان ينكر الدور الذي لعبه المحامون ولعبته نقابه المحامين. يبقى احنا عايزين نبعد هذا، انما الامر ان وكيل النيابه يسمح بهذا الكلام، واجي امبارح وانا بطلع على التحقيق، اطلع بعد ما زمنا الاستاذ خالد ابو كرار وكيل نقابه القاهره يقول لي ان وكيل النيابه مش راضي يثبت، وايا كان الوجه الراي انا بقولش ان هو ده صح او صح، الاقي ان ما فيش حاجه من اللي انا بقول لحضرتك حاليا ده موجوده في الورق. والاخ رئيس المباحث، انا بقول للوزير الداخليه كتبوا ضبط المباحث ده ولا مش حبيب العدل، حبيب العدل كان راجل محترم، الله يمسيه بالخير، كان راجل محترم، ما تكتبش ايام حبيب العدل حتى كلام واحد جاهل وكلام تلقين، حتى مش الروايه مش ماشيه. انا يا استاذ وائل يعني هذا الامر انا بارجو حضرتك. طيب انا بتوجه لك بالشكر يا استاذ عاكف. واستاذ محمد عطيه، الاستاذ محمد الجمل لن يستطيع ان يتحدث معنا. معليك، هو للاسف الشديد هو الحاله دلوقتي الدكاتره كلهم موجودين، بس هو تصحيح بسيط لمعليك. اتفضل. نحن لسنا حاليا في حاجه للمهاترات والمزايدات. الاستاذ عاكف جاد نقيب محامين، كنا سعداء بحضوره، الاستاذ سامي عاشور كنا سعداء بحضوره، ولكن حاليا نحن بصدد واقعه دم، تحقيقات لابد ان تقوم باسرع وجه. معليك دلوقتي واقعه دم بصرف النظر ان هناك خلاف ما بين جهاز الداخليه او المحامون، ولكن نحن بصدد مواطن مصري اطلق عليه الرصاص. طبعا، وهنا حقه سيأتي من خلال التحقيقات السريعة والمحاكمة العادلة إن شاء الله لمن ارتكب هذه الجريمة. بغض النظر إن كان محامي أو غيره يا أستاذ وائل، محمد الجمل مواطن مصري شريف، مواطن مصري شريف بصدد أمر أطلق عليه النار. النهارده انا كفرد شرطه ايا كان وضعي، ايا كان كنت امين شرطه او فرد او ضابط، انا في شروط يحددها القانون لاطلاق النار، انا مش شايل سلاح علشان امشي اضرب بيه الناس. ما الحقيقه انا مندهش ممن تلقى امين الشرطه تعليماته وما هي حدود اطلاق الرصاص في حالات من هذا النوع. للاسف الشديد
أنا معليك لن نتطرق لمواجهات ومصادمات بين النيابة العامة، ولكن للأسف من يلقي ويتلقى تعليمات من نفسه أمام وكيل النيابة اللي هو المفروض مساعد ليه ومن نفسه ويجعل نفسه خصم وحكم ويصفع محامي بالقلم أمام وكيل النيابة بعد الاستئذان منه، هو من يلقي تعليمات لأي شخص أيا كان. أنا النهاردة بستأذن وكيل النيابة بتاعي وبضرب محامي حاضر في غرفة التحقيق بالقلم، يبقى أنا مش من السهل جدا إن أنا النهاردة أقول لأمين شرطة أضربه. طيب استاذ محمد بتوجه لك بالشكر، وهنتابع معاك الحاله الصحيه للاستاذ محمد الجمل، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، واللي ارتكب جريمه يا جماعه لابد ان يحاسب، وتبقى في حاله شفافيه كده والناس تطلع المعلومات الحقيقيه المتعلقه بهذه الواقعه، هو ده اللي ينزع على الفور فتيل الانفجار ويمنع سوء المزايدات الانتخابيه. ايوه في ناس هتستغل قضايا من هذا النوع، وفي ناس بتتكلم بلاجة الحقوا، ده المحامين المحامون يتعرضون للاعتداءات في كل مكان، في النيابة، في المحكمة، في اسم الشرطة، يعني هكذا يقول البعض، وده الحقيقة ليس صحيحا. لما يبقى في واقعة يحاسب الذي ارتكب خطأ أو جريمة لابد أن يحاسب ويساءل. في الغردقة 5 أطفال 3 ماتوا و2 بين الحياة والموت، الغرق في حمام سباحة. طبعا دي قضية بنلاقيها في كل مكان، وكل شوية بنلاقي حوادث من هذا النوع. أستاذ أسامة حنا والد أحد الأطفال، أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. أستاذ أسامة هما كام طفل؟ 3 وفيات، واحد فا والثاني في العناية المركزة فاقد الوعي حاليا. بس 3 ماتوا. وفيات 3 اطفال من سن 7 سنين لحد سن 9 سنين. 7 سنين لغاية 9 سنين. 7 9 سنين، 7 7 9. طب انت والد احد الاطفال؟ والد طفلة فبرونيا اللي هي حاليا في العناية، والد طفلة رينيه الوفيات، وابن خالي يعتبر اخو مراتي، ده هو اجنبي ولد توفوا اخو مراتي اللي هو يعني انتوا عيله واحده كلكم؟ اسر 5 أسر جايين نصيف. 5 أسر جايين تصيفوا، كنتوا نازلين الحمام السباحه ده فين؟ في فندق ولا فين؟ قريه سياحيه. في قريه سياحيه في الغردقه. يعني انتوا رايحين تصيفوا، تتحول الرحلة الى مأساة. السياحة الداخلية شغلوا، السياحة الداخلية شغلوا، السياحة الداخلية قدينا جينا 5 أسر مع بعض، روحنا بالغير عيال نعمل ايه عشان السياحة الداخلية. طيب قول لي يا استاذ اسامة، غرق الاطفال بسبب ايه؟ مفيش خالص. طبعا اهمال، طبعا حمام سباحة حضرتك طوله من 380 متر بطول القرية كلها، ما فيش غير منقذ واحد، ده طبعا اهمال شجاسين، هي قريه سياحيه بس لو استاذ واحد لو مغزى يعني بار وحمام سباحه وبوفيه مفتوح بس ونظافه. حمام السباحه دلوقتي مفتوح، مفيش منقذ واحد بس، وقاعد على كرسي عالي مراقب بس في نص الحمام. والحمام طوله قد ايه بتقول؟ هو العامل اللي كان فيه بيقول امبارح قدام النيابه 380 متر. 380 متر. وفي النيابه حضرتك امبارح جابوا 4 قالوا هم دول المنقذين، طلعوا جايبين 3 اونطه، فيهم واحد لسه متعين النهارده، متعين امبارح، جايبينه معاهم مع المدير بتاع الفندق، واخد بالك انت، وفي عشان يشيل الليله كان المدير، طلع 3 منهم وقعد اللي هو اللي كان ماسك. طب دلوقتي مش محدد مكان للاطفال؟ مفيش نظام خالص في حمام السباحه؟ مفيش مكان للاطفال؟ يا سيد الفاضل بقول لك حمام السباحه 380 متر، في اماكن مستويات بس الاطفال نزلت تستحمى زي اي حد. ما فيش حد قال لهم ولا حد بينظم الناس تنزل ازاي؟ يا سيدي اهم حاجه في العنصر بتاع القريه الامان، الامن، ما فيش امن، فين الامن؟ فين الانقاذ؟ هو قريه سياحيه، حمام سباحه وبار واكل ونظافه وشاليهات او بحر او انطار. يعني الاطفال نزلوا في المكان العميق؟ لا مش عميق، ما فيش اماكن عميقه فيه. امال الغرق بسبب ايه؟ الغرق بسبب الاهمال. ما هو لو في حد كان عينه عليهم من المنقذين على عينه على الحمام بيلاحظ هنا وبيلاحظ هنا كان ممكن ينتشلهم بسريع. ما هو انتشل الناس اللي كانت في الحمام، انتشلت منهم اطفال ربنا كرمهم وانقذوا حياتهم،
لكن ما حدش شاف الاطفال حتى وهي ب... 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 بتستغيث، او ما حدش سمع اي صوت ولا شاف اي حاجه؟ ما احنا كنا صعدهم بيننا وبينهم ما فيش 10 متر قاعدين اصابهم، والزراع النزلاء احنا على مجرينا لنا النزلاء مطلعينهم، في اللي شرب ميه كتير وتوفى، وفي اللي في العنايه المركزه هي و... وربنا يستر. يعني 5 تم انقاذ، 2 و3 ماتوا. وتوفيت واحده في العنايه المركزه فقد الوعي خالص. طيب الاهمال الجسيم طبعا اهمال سباحه طوله 380 متر يا استاذ. انا نشوف يا جماعه صوره الاطفال. انت بتقول توفى لك حد يا استاذ اسامه؟ انت بنت صغيره، بنتك اللي هي هل اللي احنا شايفين صورتها ولا انت؟ طبعا مش رينيه، اسمها رينيه. احنا شايفين. وعندك مصاب مين تاني؟ والمصاب توماس متوفي، واخته رفانة متوفية، يعني 3 وفيات، بنتين وولد. طيب في كل الأحوال يا جماعة، يعني مآسي من هذا النوع، مش ممكن مجموعة عائلات تنتمي، مجموعة أسر تنتمي لعائلة واحدة تطلع رحلة سياحية في الغردقة عملا دريم لايف، قرية دريم لايف مكان. نعم، قرية دريم لايف في الغردقة. انتوا تشجعتوا لما سمعتوا الناس بتقول السياحه الداخليه؟ ويا جماعه عوضوا نقص السياحه الداخليه، عشان شغال ضرب تفجيرات هنا، والرعايه الاجنبيه، كل السفرات الرعايه الاجنبيه محذراهم من نزول مصر. قلنا احنا ربنا يسهل، بكل ما نطلع اسكندريه نطلع الغردقه، جاي الغردقه رجعنا من غير عيالنا. احنا عايزين محاسبه المسؤولين. وبعدين جايب لي واحد مدير فندق سوري على ورق، فين المسؤول الاساسي؟ فين المسؤول الصح اللي هو صاحب القريه، او اللي هو المدير المسؤول الصح؟ النيابه حبست حد يا استاذ اسامه؟ حبس المدير الوهمي دوت 4 ايام، والعامل بتاع الانقاذ 4 ايام، خدوا 4 ايام وده 4 ايام النهارده. يلا ربنا يلهمكم الصبر والسلوان، وانت يعني دول اطفال في الجنه ان شاء الله، يعني لا ذنب لهم، ومحدش عارف بقى وهم بيستغيثوا، وهم يعني شربوا، واضح انهم شربوا ميه كتير، ومفيش حد حتى عينه على حمام السباحه. يعني كان زمان يبقى عامل مكان كده لرجل الانقاذ كل مساحه، ويبقى في مكان عالي عشان يشوف كويس ويستطيع انه يقفز لانقاذ اي شخص. ده لما كان في قواعد صارمه وحاسمه، لانه في عائلات وفي حد يمكن يحصل له اي حاجه في حمام السباحة. هتلاقوا في حوادث من هذا النوع كتير، إما الموت صعقا في حمام سباحة، أو الموت غرقا بهذا الشكل المخيف، واللي عائلات وأسر تنتمي لعيلة واحدة تفقد 3 و2 في يعني واحد فيهم طفل، فيهم بين الحياة والموت. ربنا ينجيه إن شاء الله. بتوجه لك بالشكر، ألف شكر. أيضا في جماعة الإخوان قامت بإشعال النار في تعرفين الحوادث اللي من النوع ده، اللي هي إشعال النار. وإحنا نشوف صور للمحل، محل الراجل بسيط، وهم بيهتفوا طبعا ضد الجيش والشرطة والسيسي. فالحقيقة الحوادث دي بتدل على انه مشكلة جماعة الاخوان مع الشعب مش مع السلطة. يعني حتى انه اللي يأيد الجيش يأيد الشرطة، هتلاقوا انه يعملوا فيه كده اشعال نار في بيوتهم في محلاتهم. مشكلة الاخوان ليست، شايفين اهو حاطط صورة الرئيس السيسي، يعني ربما عوقب بسبب ذلك. هسأل استاذ عاطف العزب. استاذ عاطف اهلا بيك. اهلا بيك يا زوال، ازيك يا استاذ عاطف؟ ايه اللي حصل لك؟ ليه اشعلوا النار في محلك بهذا الشكل؟ والله يا زوال سعادتك، انا قدام المقابر بتاعت، انا اسمي عاطف العزب من الشهداء منوفيه. كان ايام اللي هم اتقتلوا في اكتوبر، كان من ضمنهم الاستاذ جمال خليفه. جمال خليفة. جمال خليفة يا فندم. كان قائد التنظيم وليه ضلع جامد هناك، وانقتل في اكتوبر. فجم عندنا في الشهداء وبتاع وكده.
الشهداء احنا المحل بتاعي وسط المقابر اللي هي بتاعت الشهداء بالضبط على طول كده. فطبعا جاي الاخوان يدفنهم. احنا طبعا البلد ما طلعتش كلها ورا ولا الراجل ده، واكترهم جايين اغراب وبتاع وكده، وهم جايين رافعين شارط رابعه وجايين يسقط العسكر ويسقط كلاب العسكر واهتفات وشعارات. فانا قدام المحل، انا عندي المحل فاتح حطه وفي صوره الرئيس وبتاع فالناس غارت وكده، والناس زعلت يعني ازاي انا رافع علم صوره الرئيس. فقعدوا يشتمهم وقعدوا يقولوا ادابهم يسقط كلاب العسكر وهم العسكر هم. وزي ما حضرتك شايف قمت بعدها بيومين ثلاثه اربعه قوم ولعوا في المحل والمحل باظ وكده. كل ده عشان حاطط صوره الرئيس السيسي شافوها يعني. الرئيس ايوه. بعدين سعادتك هم كانوا جايين علشان يدفنوا الميت، اكرام الميت ابي دفنوا ما جيش ارفع. لا يعني هم عندهم اكرام الميت حرق محلات وبيوت الشعب والناس. لا قلة ادب وسفالة، قلة ادب وسفالة واجرام. وفين الناس وفين الحكومه وفين الشعب فين الناس اللي ما انا الحقيقه يعني انا مندهش. بتقول ماشيين في يعني ماشيين باعداد كبيره ولا في لا 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 مش كبيره والله ما طلعوا كبير، لان عندنا المنوفيه عندنا الشهداء بالذات يا بيه الشهداء اخوان ديت اللي الناس تسمع عنه اخوان بنقطع رقبته بنقطع رقبته. يعني انا الناس دي كلها اغراب. طب انت حددت الاشخاص قدمت بلاغا في الاشخاص؟ للاسف 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 انا ما حددتش لان انا ما اعرفش، لان هم كانوا جم بالليل يعني الخونه جم بالليل في الفجر. فازاي انا احددهم؟ ما اقدرش احدد يعني معلش برضه ما يعني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اظلم واحد من بيت من بيت كويس. استاذ عاطف انا بتوجه لك بالشكر. وهنا بقى يعني يا جماعه لجان حصر اموال الاخوان يعني زي كما اتفقنا لما يشعلوا النار في محل يتم تعويض الراجل ده من فلوس الاخوان على الفور، يعني يتم تعويضه من الاموال المتحفظ عليها من جماعه الاخوان. تعالوا نشوف قبل ما نطلع فاصل الجنازه كمان احنا يعني بتاعه الفنان الكبير العملاق عمر الشريف اللي للاسف الشديد لم تكن تليق باسمه وبمكانته، وكنا يعني كنا نتمنى قلنا هنا انه نتمنى ان يحضر رئيس الجمهورية او انه يتم التعامل مع هذه الجنازة بشكل يعني اذا كان حتى الاعتبارات امنية كان في مشاكل مع انه يمكن وضع ضوابط ونظام يمنع اي محاولات لاستغلال جنازات من هذا النوع. لكن اسم عمر الشريف تخيلوا لما نوصل انه الرئيس اهتم بالجنازة الى حد كبير، ده معناه ان انا بقول للعالم لا احنا استعدنا هوية مصر اللي الفن من مقوماتها، وانه مصر الدولة المدنية الحديثة بتكرم رموزها الفنية. شوفوا اي حد من اللي قاعدين يشتموا وقاعدين يثيروا المعارك الوهمية ما الذي قدمه، لكن شوفوا ما الذي قدمه عمر الشريف لما دائما في كل صحف العالم يتحدثون عن الفنان المصري وكل صحف العالم اهتمت بوفاته وكل الفنانين اللي عملوا معه الفنانين الكبار حتى وفي مقدمتهم صوفيا لورين، لما يبقى كل ده يهتم بعمر الشريف وبقيمته لكن الجنازة جاءت بما لا يليق باسم عمر الشريف. Thank you.
فنان كبير قيمة عمر الشريف أكيد كلنا خسرناه، ونتمنى يا رب إن شاء الله مجسوا الجنة في أيام كريمة وربنا يلحقنا بيه على اليمين. عمر كان إنسان عظيم جدا وكان فنان كبير وشرفنا في كل المجالات وشرف مصر دايما يعني. كنت محظوظة اشتغلت معاه حنان وحنين، تعرفت عليه عن قرب وربطتنا صداقة ومودة مع أحمد رمزي الله يرحمه، فخسرتي خسارة كبيرة زي أهله لأنه كنت قريبة منه، فضلنا لآخر دقيقة لغاية قبل ما يخش في مرحلة الزهايمر. مش مهم أن يكون عارف اسمي، لكن كان هلو فاكر شكل يعني، وقلت له أنا عاوز أصور معاك فوافق. الوحيد اللي صور معاه والوحيد اللي وافق أن يقعد معايا، وقعدنا طلعنا يعني عملت معاه ساعة ونص ساعتين كده، كان بيقول فيها أنا رجعت مصر عشان أنا عايز أموت في مصر. كل أيامنا وكل الوقت اللي قضيناه ذكريات جميلة محفورة بداخلي، فبطلب له الرحمة يا رب، أدعو له بالرحمة والمغفرة. ممثل مصري عالمي رفع اسم مصر طول عمره، لم يتخلى عن مصريته ولا على وطنيته. ادعوا له ان ربنا يرحمه ويغفر له. بقول لهم يعني احنا فقدنا عمر الشريف، لكن ما فقدناش فنه، فنه موجود والعالم كله بيتكلم عليه يعني، مش احنا بس يعني، احنا بالنسبه له ولا حاجه، العالم كله بيتكلم على عمر الشريف وعلى افلامه وعلى شخصه يعني. الحمد لله يا رب ان انت كرمته كرم كبير جدا 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 في اخر 10 ايام من رمضان، وافتكرته في ايام العتق من النار، وان شاء الله تبقى من نصيبه. ف يعني انا شخصيا الحمد لله خير الخاتمه، فانا مش زعلانه يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. انا سالته مره قلت له انت ممكن لو اتقال لك تغير حياتك تطلب حياه ثانيه بتطلب؟ بيقول لي ابدا، انا اسعد رجل، انا حققت كل اللي في دماغي. يا رب كمان يفضل اسعد رجل يكون في الجنه لانه بيستاهل، انسان اسعدنا ورفع اسمنا البقاء لله. اشترك معنا في الرحله اللي عملناها في كان. حاسس بيه دلوقتي؟ بحزن كبير زينا كلنا. من جديد نؤكد أنه لم تكن جنازة عمر الشريف لائقة بمكانته وبقيمته، لم تهتم الدولة ولم يهتم الفنانون. وإحنا بنشوف كمان المسلسلات المختلفة، قلنا المسلسلات الدراما السعودية بعضها أثار الجدل لأنه في تناول قضايا متعلقة بداعش بالإضافة إلى قضايا اجتماعية. ده ملخص للمسلسلات السعودية، لأنه البعض بيستهوي متابعة الأعمال الخليجية ومتابعة الأعمال المصرية ومتابعة الأعمال السورية. ده ملخص لمسلسلات سعودية. تنوعت الأعمال الدرامية داخل المملكة العربية السعودية خلال رمضان الجاري، حيث اكتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بإنتاج 4 مسلسلات فقط بمشاركة عدد من نجوم الدراما الخليجية والعربية. تنوعت ما بين كوميدية وتراجيدية واجتماعية وتاريخية، بينما أنتج القطاع الخاص عددا من الأعمال كان أبرزها سيلفي. هل توفيق؟ لا التلفزيون السعودي كان حريصا على تقديم أعمال تليق بالذوق العام بعد الانتقادات التي وجهت للأعمال التي تم إنتاجها العام الماضي، وكانت البداية من مسلسل من نوفينا للنجم الكبير عبد الله السدحان الذي يعرض بعد الإفطار مباشرة بمشاركة حسن عسيري ومحمد العيسى ويخرجه اللبناني أسد فولتكار. مخرج مسلسل السيت كوم الشهير رجل وست ستات. تعترف انك لاير كذاب والكذب يمشي في دمك مع في عروضك. بعد النجاحات المتميزة التي حصدها مسلسل شباب البومب، يواصل أعماله في رمضان لهذا العام بجزئه الرابع، والذي يشارك في نسخته الرابعة فئة من الشباب منهم فيصل العيسى وشعيفان محمد
ويستضيف في حلقاته عددا كبيرا من نجوم الدراما العربية والسعودية، أبرزهم الفنان حسن حسني وعصام كاريكا وخالد سامي، علاوة على عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر قائمة محرك البحث جوجل كأكثر مسلسل سعودي رواجا في عام 2014. كسر الدنيا غيابك من غلاك، كل شيء راح من فوق وتكسر. العمل الثالث هو أوراق التوت، الذي يعد أضخم إنتاج عربي تاريخي خلال السنوات الأخيرة، ويجمع العمل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليجي، يتقدمه الفنان يوسف شعبان وأحمد ماهر وسميح أيوب وصبرين وكمال أبو ريا، ونجوم التلفزيون السعودي محمد بخش وبشير الغنيم وماجد العبيد. كنا نريد تحقيق ذلك وأنت هناك ومعك رجالك، أما وقد هربتم وضاع منكم كل شيء، ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ مسلسل حصاد الزمن يعتبر من الأعمال الدرامية الضخمة، لا سيما وأنه يضم أكثر من 70 ممثلا من المملكة والخليج والوطن العربي، ويعالج بعض القضايا الاجتماعية والعائلية والمشكلات التي تظهر في المجتمع السعودي، حيث يسلط الضوء عليها. أقول اسكتي بس، هذا شغل الرجاجيل، والمفروض الناس ما تدخل بين الرجاجيل. أنا ما تدخل يا أبو راكان، بس جالسة أتفاهم معك، أقولك لا تشارك عبد الله، فهم؟ القطاع الخاص قام بإنتاج العديد من الأعمال، كان أبرزها مسلسل سيلفي الذي يقوم ببطولته ناصر القصبي، المسلسل الذي يلقى مشاهدة كبيرة في جميع الدول العربية، أثارت إحدى حلقاته والتي ألقى فيها الضوء على تنظيم داعش جدلا كبيرا. راح تموت موتة نذل وجبان، وما حد راح يذبحك غيري. لا يا أبو سراقة، وشو لنا؟ أرجوك ما حد راح يقص راسا لنا. وقبل أن تنتهي الحلقة، شهد حساب ناصر القصبي على تويتر سيلا من التهديد والشتائم من قبل تنظيم داعش الإرهابي. من أحد الحسابات على تويتر ويدعى جلبيب الجزراوي، وجه رسالة للفنان ناصر القصبي أثناء عرض الحلقة كاتبا: أقسم بالله لا تندمن يا زنديق، ولن يرتاح بال للمجاهدين في الجزيرة حتى يفصلوا رأسك عن جسدك، والأيام بيننا. كما غرد نفس الحساب الذي هدد ناصر القصبي عبر هاشتاج أطلقه بعنوان: مطلوب رأس ناصر القصبي للمجاهدين، حيث كتب تحته: تكفون يا مجاهد الجزيرة، نريد رأس هذا الخبيث، جز الرؤوس لنصرة الدين. قبل ما اطلع فاصل انوه لانه غدا هيبقى معنا الفنان الكبير امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر في اول حوار له، بعد ان اعلن ترشحه نقيبا للموسيقيين. وهنا لما يبقى فيه اسم هاني شاكر فيجب ان يلتف الجميع حوله. الحقيقة انا مندهش من بعض المزايدات ده، احنا ما بنصدق انه يبقى فيه مبدع. دائما العمل النقابي هتلاقوا فيه البعض يفضل انه يقول انه العمل النقابي هيستنزف جهدي وطاقتي، لانه هو عمل متعب وشاق، هيدخل بقى في تقديم الخدمات لاصحاب وابناء المهنه، هيعتمد على اسمه، هينشئ جسورا من الاتصالات استنادا لاسمه مع مؤسسات الدوله، واسم هاني شاكر كفيل بانه هذه الجسور تكون ممتدة وقوية وكبيرة. وبالتالي مع هاني شاكر لا نكون محايدين، نكون منحازين، بالعكس احنا عايزين انه اصحاب الابداع والاسماء الكبيرة يخوضوا العمل النقابي، لانه اسماءهم ستكون كفيلة بحل الكثير من الازمات والمشاكل. فعلها هاني شاكر، وعلينا أن ندعمه. غدا هيكون معانا عشان يقولنا إيه اللي هيعمله، إيه أحلامه، إيه خطته، إيه اللي في دماغه، كيف سينهض بالمهنة. الموسيقى تحديدا بتشكل وجدان الأمم، يعني مش نقابة عادية ولا مهنة عادية، عشان كده سنهتم بها وحنتابع معاكم
يعني كل ما يثار في هذه القضية، لكن مع هاني شاكر يعني لا نكون محايدين، نكون منحازين لاسم كبير واسم عملاق من عمالقة الفن والغناء العربي. هنشوف موجز لأهم الأنباء الرياضية وبعدها هنناقش القضية اللي نويت عنها، هل يمكن الاحتجاج على حزب النور لأنه حزب ديني كما يتهمه البعض بإنشاء حزب باسم أم النور حزب مسيحي، ولا ده لعب بالنار؟ بعد الفصل. قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي إنه يسعى لتقديم عرض قوي خلال مباراة القمة أمام نادي الزمالك في 21 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الفريق يلعب دائما على الفوز بغض النظر عن ظروف المنافسة في المسابقة. وأوضح مبروك أن المنافسة على لقب الدوري شبه محسومة للزمالك، إلا أنه يسعى إلى التمسك بالأمل حتى آخر مباراة في الدوري. اقترب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تدريب الإسماعيلي في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يعقد ميدو جلسة مع مسؤول الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة للاتفاق على بنود العقد واحتياجاته لبناء فريق جديد. نفى إسلام يكن المعروف بأبو سلمة يكن أحد عناصر تنظيم داعش مقتل الحكم محمود الغندور في معارك بالعراق بعد انضمامه للتنظيم، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشاع خبر مقتل الغندور من التنظيم ثم يخرج أحد الأعضاء لينفي. وكان الغندور حكما بدور الدرجة الثانية المصري قبل أن ينضم للتنظيم في شهر فبراير الماضي ويتم الإعلان عن مقتله. توج فريق زينيت سان بطرسبورغ بلقب كأس السوبر الروسي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو 4-2 بركلة الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. كان فريق لوكوموتيف البادئ بالتسجيل عبر لاعبه نياسي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل سيمولينيكوف لزينيت في الدقيقة 83 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويفوز زينيت 4-2. وصل الألماني مسعود أوزيل نجم وسط فريق أرسنال الإنجليزي أعماله الخيرية في البرازيل بتقديم المساعدات لبعض الأطفال المرضى، والتي بدأها منذ مشاركته مع المنتخب الألماني في كأس العالم العام الماضي عندما ساهم في قيادة المانشفت للفوز باللقب. قدم أوزيل تبرعات مالية لإنقاذ حياة 11 طفلا برازيليا ممن يعانون من الأمراض ولا تستطيع أسرهم أن تتحمل تكاليف علاجهم، حيث من المقرر أن يخضعوا لعمليات جراحية في الفترة بين 24 من أكتوبر والسابع من نوفمبر المقبلين في إحدى المستشفيات البرازيلية. فرض نادي فيورنتينا الإيطالي شروطه على تشيلسي الإنجليزي لإنهاء أزمة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني بصورة ودية. ذكر صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية أن فيورنتينا طلب الحصول على خدمات لوفيتش تشيك لاعب وسط تشيلسي تعويضا عن رحيل محمد صلاح وعدم الموافقة على انتقال الفرعون المصري لصفوف الانتر الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي. ويرى مسؤول فيورنتينا أن نادي الانتر لعب دورا كبيرا في تمرد اللاعب على الفيولا بعدما أبدى رغبة قوية في ضم الفرعون المصري. جدير بالذكر أن هناك أزمة مشتعلة بين فيورنتينا ومحمد صلاح بشأن فترة الإعارة، ويزعم مسؤول فيورنتينا أن عقد محمد صلاح مع النادي لا يزال ساريا، حيث هددوا باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس حال انتقال اللاعب لناد آخر بعد اعتبار عدم رد اللاعب على العروض التي تقدم بها النادي حتى اليوم 30 يونيو الماضي هو موافقة بالاستمرار على تمديد عقد الإعارة لمدة موسم آخر. احتفل التركي أرادا توران لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني السابق والمنضم حديثا لصفوف برشلونة بحلول ليلة القدر. وكتب أرادا توران عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: هي ليلة خير من 1000 شهر تصعد فيها الدعوات إلى السماء، أتمنى من الله أن تكون ليلة مباركة على العالم الإسلامي.
انضم اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا إلى الجدل الدائر حول مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عقب الهزيمة التي تجرأها المنتخب الأرجنتيني أمام تشيلي في نهائي بطولة كوبا أمريكا. وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة أولي الأرجنتينية: فليتوقفوا عن عبارات المديح التي يلقونها لميسي، وليتوقفوا عن تدليله. يجب معاملته مثل أي لاعب يرتدي قميص المنتخب، يجب التعامل معه على أنه الأفضل في العالم في الأشياء الجيدة والسيئة على حد سواء، ولكن علينا أن ننتبه أن ميسي لم يقتل أو يغتصب، ولا يجب علينا أن نختلق قصصا. ودع الحارس إيكر كاسياس جمهور ريال مدريد خلال حفل الوداع الذي أقيم على ملعب النادي في سانتياغو برنابيو قبل انتقاله لصفوف بورتو البرتغالي. وقال كاسياس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي على هامش حفل الوداع: شكرا لكلماتك سيدي الرئيس، في إشارة إلى فرنتينو بيريز رئيس النادي الملكي. وأضاف الحارس الإسباني: أود أن أشكر وسائل الإعلام التي حضرت هنا وجمهور ريال مدريد، كما أود أن أشكر كل أعضائي وموظفي النادي وكل من ساندوني ووقفوا بجواري، وسأظل أحمل اسم ريال مدريد أينما ذهبت. ¿Ves cómo os he dicho que al final la foto de la primera no vale? Bueno, venga. En primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarme en este momento tan especial. مشاهدينا نحييكم من جديد. هل يمكن الاحتجاج على وجود حزب النور كحزب سياسي متهم بأنه حزب ديني يستخدم الدين؟ هل يمكن الاحتجاج على وجوده بالتلميح أو الغمز أو النية لتأسيس حزب مسيحي باسم أم النور؟ هناقش ده مع صاحب الفكرة الأستاذ وائل كمال. أستاذ وائل أهلا بيك. ومعايا ايضا دكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان. دكتور نجيب اهلا بيك. على الجانب الاخر معايا استاذ عادل ماضي رئيس لجنة المواطنة بائتلاف الظهير الشعبي لدعم مصر الرئيس. اهلا بيك. ودكتور امجد خيري كامل عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الليبرالي. دكتور امجد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. هبدا انا بيك على طول يا استاذ عادل. ايه اللي دعاكم للانزعاج قبل، لان الاستاذ وائل بيقول يعني الفكره تحتاج الى توضيح، بس انا عايز ابدا من فوق وبعد كده هو يوضح. ايه اللي دعاكم للانزعاج من انه يبقى فيه نيه لتاسيس حزب او تهديد بتاسيس حزب باسم ام النور ردا على حزب النور؟ اهلا وسهلا بك يا استاذ وائل، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، واهلا وسهلا بكل المصريين اللي بيشوفونا دلوقتي. وأحب أقول لهم باسم الائتلاف الظهير الشعبي لدعم مصر والرئيس، كل سنة وانتم طيبين، عيد الفطر المبارك على الأبواب. احنا ائتلاف الظهير الشعبي لدعم مصر والرئيس رفضنا أن نجلس في مقاعد المتفرجين أو نعود إلى الكنبة مرة أخرى. ورفضنا برضو أن احنا نبقى سهم يطال جسد الوطن، بل اخترنا وطوعتا وبدون أي مطامع شخصية لنا أن نكون درعا لهذا الوطن. ومن هنا لما عرفنا أن في حزب بيتكون اسمه أم النور رفضناه وبشدة. أنا النهاردة لما بشوف حزب النور السلفي وإحنا رافضينه وإلقاء والدستور رافض دوت، لكن هو عنده حكم قضائي بيديله الشرعية أنه يخوض الانتخابات، وإحنا مش بنعارض أحكام القضاء. ولكن أنا عشان أجاب حزب النور أعمل حزب مناهض لي وأسميه أم النور، يبقى أنا دلوقتي بعمل دعوة للتفرقة. أنا بفرق بين الشعب، أنا بقطع مصر من غير ما يعني أنتوا عاملين بقى حزب ديني، والله العامل حزب مسيحي. فده مرفوض كلية. أنا وجاي في الطريق هنا للقناة كنت في أحد الكنائس لما الإعداد كلمني، فكلمت بعض الشباب. انا هستأذنك بس هنكمل ده بس عشان كنا بنناقش، وهتقولنا يا جماعه الاستاذ محمد عطيه تاني كده المرافق للاستاذ محمد الجمل، لانه
المحامي اللي تم الاعتداء عليه، والحمد لله يعني يعني هو حالته الصحية كانت تحسنت، لكن لما جينا كلمناه كانت حالته الصحية ساءت، وبالتالي لم نتمكن من الحديث معه. لكن الأستاذ محمد عطية المرافق له قال إنه هو لم يدلي بأي تصريحات يؤكد فيها إنه يقوم بتبرئة أمين الشرطة الذي أطلق الرصاص عليه. طيب، وزارة الداخلية عملت بحق الرد، أرسلت لنا هذا الفيديو للمحامي محمد الجمل وهو يتحدث عن ذلك، نسمعه بعد كده نشوف نعقب عليه إزاي. احنا طبعا يعني قلنا قبل كده ان احنا بنقدر الساده المحامين ونكن ليهم كل الاحترام والتقدير، وما زلنا نؤكد على هذه المعاني. الساده المحامين اخوه لينا، يعني عملهم مهم بالنسبه لمنظومه العداله، نقدرهم ونقدر دورهم ونقدم ليهم كل الاحترام والتعاون والمساعده. واحنا بنشكر السيد النقيب وبنشكر الوفد اللي هو كان في انتظارنا وفي استقبالنا، وبنؤكد ان احنا كلنا في خندق واحد، الشرطة والشعب والجيش. احنا بنواجه ظروف امنية صعبة، الكل لازم يتضافر والكل لازم يصطف بجوار بعضيه حتى نستطيع ان نواجه التحديات الامنية التي تحيق بوطننا العزيز ونعبر به الى بر الامان والاستقرار ان شاء الله باذن الله. والحمد لله، وان شاء الله ربنا هيجيب الخير. وانا جاي يعني ممكن كره السيد الجمهوريه ابلغك سلامه او على كل المباراه ان شاء الله باذن الله تخرج بالسلامه، ويعني كل حاجه بتتصلح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني احنا موصلين باسم الاستاذ النقيب العام، وهو بيبلغ كامل تحياته لحضرتك والوفد اللي حاضر، وهو ما زال بيؤكد على وطنيه هذا الجهاز واصرار نقابه المحامين واصرار الاستاذ النقيب على راسهم بوطنيه هذا الجهاز والحفاظ عليه، لان ده جهاز قومي وجهاز وطنيه مصر، ولا ينال من هذا الجهاز اخطاء افراده ولا يجعل من العلاقة ما بين المحامين وما بين وطنية هذا الجهاز أي شرخ، ولكن ما زلنا بنؤكد بالمحافظة على وطنية هذا الجهاز بمتابعة أخطاء أفراده في العلاقة اليومية ما بين عمل المحامين وعمل جهاز الشرطة المتواصل المتوائم في داخل المحاكم يوميا لإتمام العلاقة وإتمام منظومة العدالة واستكمال العدالة المنشودة والحفاظ على الدور الوطني وبناء الدولة الجديدة الحديثة والخروج من مأزق الإرهاب الأسود الذي نحن بصدده. دي الرسالة اللي احنا حملناها على لسان الأستاذ النقيب العام، وبيبلغ كامل تحياته لحضرتك والوفد الموجود. طيب، دي زيارة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة للمحامي المصاب محمد الجمل، لكن يعني لم يتبين منها شيء، لم يتبين منها أنه بينفي أنه أمين الشرطة تعمد إطلاق الرصاص عليه. يعني خلونا نطلب التحقيق في هذه الواقعة، ونطلب كمان ألا يستخدمها البعض مجالا للمزايدات الانتخابية. يعني الوطن لا يتحمل حتى تحقق مكاسب انتخابية نقوم نشعل فتنا هنا وهناك. الواقعة المسؤول عنها يجب أن يسائل ويحاسب مهما كان حجمه ومهما كان موقعه، يسائل ويحاسب، لكن لا داعي لتعميمها بالقول بقى أنه يتعرض المحامون الحقه لاعتداءات في النيابات المحاكم إقسام الشرطة، فيستخدم البعض ذلك لإشعال الفتن من جديد. نكمل مع بعض. فأنت بتقول، طيب خلينا أسأل اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة. سيادة اللواء أهلا بيك. سيادة اللواء أهلا يا أستاذ وائل. أهلا بيك سيادة اللواء. احنا عرضنا منذ قليل زيارتك للمحامي المصاب الأستاذ محمد الجمل. أي فندم. يعني أولا، ما الهدف من الزيارة؟ لماذا قمتم بها؟ هو السيد مجد عبد الغفار وزير الداخلية كان كلفنا بأن احنا نتابع الحالة الصحية للمحامين المذكور،
وان احنا نعمل له زياره. الزياره ديت يعني هي زياره انسانيه، زياره مجتمعيه، زياره مهنيه، لان هو يعني الساده المحامين يوميا في تعامل وفي علاقات مباشره مع رجال الشرطه، فمش المفروض ان يبقى في اي نوع من انواع التوتر في العلاقات بينهم وبين بعض. فالزياره ديت بتاتي في اطار دعم العلاقات والتواصل والتاكيد على ان ما حدث هو يعني تصرف فردي، وهذا التصرف وان كان نتج عنه هذه الحادثه المؤسفه، لان الواقع تم احالتها للنيابه وتحرر عنها المحضر رقم 30001 لسنة 2015 جنح مدينة نصر أول، وتم التحفظ على أمين الشرطة المذكور والسلاح، وأحيلت الواقعة كلها برمتها إلى النيابة، والنيابة أجرت تحقيقاتها وقررت حبس الأمين المذكور 4 أيام على ذمة التحقيق. طيب يعني زيارة حضرتك يعني حتى كمان لا يستغل البعض حوادث من هذا النوع لتعميمها ومحاولة إشعال فتن جديدة بين الشرطة والمحامين إطلاقا. يعني هذه الزيارة بتؤكد على يعني دعم العلاقات والتواصل والعلاقات الإيجابية والتعاون والتنسيق، وحتى يعني في هذه الظروف الوزارة قامت بزيارة المحامي والاطمئنان عليه، وابلغوا تحيات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه شخصيا، لان انا مكلف من السيد الوزير شخصيا بهذه الزياره ونقل تحيات سيادته للمحامي، والتاكيد على ان العلاقات بين وزاره الداخليه والساده المحامين جميعا هي علاقات جيده وعلاقات يعني متميزه، ولن يسمح لاي حد بان هو يحاول ان يعكر سفو هذه العلاقات. طيب سيد لواء، سؤال اخير كان يعني نسب للمحامي المصاب، انه قال امين الشرطة لم يقصد اصابتي، وبعد كده المرافق له منذ قليل الاستاذ محمد عطية نفى ذلك، هل ادلى بهذه التصريحات؟ لا، هو بس الشيء المؤكد ان لا توجد علاقة بين امين الشرطة والمحامي، لا يوجد خلافات بينهم، لا توجد مشاكل بينهم، هم ما يعرفوش بعض. فهنا يعني ركن العمد مش موجود خالص في هذه الواقعة. يعني هي الواقعة كان فيها لبس في الموقف كله، نتج عنه أن الأمين تعامل بهذا الأسلوب وهذا الشكل، ونتج عن التعامل إصابة المحامي، والواقعة كلها أحيلت للنيابة العامة. طيب لكن في إطار التحقيق الداخلي يا سيادة اللواء، يعني هنا أمين الشرطة يتلقى التعليمات من من؟ لأنه المحامون يؤكدون أنه موظف الجلسة سكرتير الجلسة سكرتير النيابة هو اللي قال له اضرب بالرصاص، لأن ده متهم هارب. يعني لا 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 لا، يعني كلام اولا يعني كل هذه الترديدات احنا ما نقدرش نعقب عليها طالما ان هناك تحقيق في النيابه يجري، والتحقيق يشمل كل هذه الموضوعات وكل هذه العناصر ويغطيها. يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده، وعشان كده انا مش عايز اتهم، ومش المفروض ان اي حد واخد من حضرتك يردد اقاويل النيابه. المفروض ان هي بتفحص الواقعه كلها برمتها، وده يخلينا يعني ما هو امام النيابه نسيبه للتحقيقات. بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر. نكمل، انا اسف قطعتك. اتفضل. فعشان كده اعترضت مجرد بس انه حد يقول انه نعمل حزب مسيحي باسم ام النور ردا على حزب النور. انا اخذت استبيان كمان، يعني انا بالصدفه وانا بتبلغ على الميعاد هنا اجي القناه كنت في احد الكنائس عشان اقابل يعني احد الكهنه، فعرضت على الشباب الموجود هنا، قلت له يا اخوانا ده في كذا 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 وفي تصريحات، قال لي احنا ناقصين، هو كل واحد فيهم من الاقباط اللي مش لاقي له دور عايز يبقى له دور يعمل فيها صلاح الدين، وفي الاخر يطلع ولا عكه، مش كفايه اتحاد مزبير واللي حصل منه. فدي امور يعني مرفوضه حتى شعبيا، حتى من الوسط القبطي مرفوضه. احنا نخوض الانتخابات، نخوض العمل الاجتماعي المدني من خلال اجندات وطنيه بحته ضد اي مسمى ديني. مال انا برفض حزب النور ليه؟ انا عايز اشتغل كمصري. كمصري بس. طيب هنا استاذ وائل بقى قول لي ليه اعلنتم ده؟ انت طبعا كنت بتوضح لي قبل ما ندخل على الحلقه
انه المساله تحتاج لتوضيح، ان انتم ما قلتوش هنأسس حزب لكن هددنا بذلك اذا استمر حزب النور بهذا الشكل. ما هددناش برضه زويل، احنا قلنا في الاول وما فيش انتوا، ده انا بس طلعت وعملت زي اسقاط على صفحتي انا الشخصيه، وقلت في حاله لو كان بعد قرار المحكمه على طول بقى حاله القضيه بتاعت حزب النور للمحكمه الابتدائيه. قلنا يعني في مواد في الدستور، في الماده 74 بتقول وبتجرم وجود احزاب دينيه مش حزب النور بس يعني، وعندنا اكتر من حزب اسلامي او حزب ليه مرجعيه اسلاميه موجوده، ما سمعناش حد بيتكلم ولا بيعترض ولا حد بيقول ده غلط غير ناس معينه يعني، منهم الدكتور نجيب رفع قواضي يعني. غير كده قلت اسقاط كده على الفيس عندي، قلت يا جماعه في وجود احزاب دينيه وهيخوضوا انتخابات، وفي الصعيد طبعا ليهم اغلبيه من حزب النور او من اي حزب اسلامي، كل قواعد الاخوان وكل قواعد الجماعات الاسلاميه هتبقى موجوده معاهم. قلنا طيب لو طلع ناس وقالت احنا كمان هنعمل حزب مسيحي ايه هيبقى الرد؟ قلنا لو حصل كده ايه هيبقى الرد؟ حضرتك عارف يا زوائل طبعا ان اللي عشان تعمل حزب لازم تروح لجنه الاحزاب وتقدم طلب، وبعد كده تروح تجمع توكيلات، الاجراءات القانونيه لانشاء اي حزب يعني. انا اتحدى اي حد خلاص يقول ان احنا عملنا كده، ما حصلش. كل اللي احنا قلناه اسقاط او منوضح صوره الحاله اللي هتبقى فيها البلد لو حصل والاحزاب الدينيه دي استمرت. لا ما هو انت حتى ما تعملش اسقاط ولا توضيح صوره باللعب بالنار يعني، زي انت بتحكي. بص يا زوائل هقول لحضرتك على حاجه، لا لا الموضوع مش حزب ديني، ما تقولش والله لما لا ما قلناش والله هنعمل حاجه، وهقول لحضرتك على حاجه. طبعا انا مش هعلق على كلام استاذ عادل، طبعا اخويا الكبير، ان هو بيقول كفايانا اتحاد شباب مزبيرو او حاجه. اتحاد شباب مزبيرو ده راي الاقباط، لا انت ما ترمزش لجنه راي الاقباط، لا 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 انت حضرتك ولا ترمز راي الاقباط ولا استبيان، انت احنا مش لا لا اديني فرصه اتكلم يا استاذ وائل، يا استاذ وائل معلش اخد فرصه اتكلم، لا 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 احنا لا ما فيش حاجه اسمها هرتله يا استاذ عادل، لا اتكلم من غير ما تقول هرتله. فياد ودماء ايه؟ ومساعد ليه هو اللي سال مدرعاته وكان في رابطه الدماء ولا ايه؟ من السبب؟ مين السبب ايه؟ ناس طلعت اتظاهرت، مين اللي قبض؟ انا كده خرجت من الموضوع خالص، ده انا بقدم شكوى في الاستاذ عادل ان هو دلوقتي يعرف ناس قبضت، اطلع قول مين اللي قبض. اقدم وانا عندي كل الدلائل. انت ما عندكش حاجه خالص، ومين اللي سافر ومين اللي عمل، انت ما عندكش حاجه خالص. لا ما هو اذا قلت قول يعني اتفضل يعني ايه قبض شكوى وانا قصادك. لا يعني ايه انا بقول لحضرتك، حضرتك ما عندكش حاجه يعني، انت بتقول اولا هناك من يتاجر بازمات الاقباط، وهناك من يتكسب منها ويشعل النار لكي يتكسب منها. في كتير من الاخوه الاقباط اللي بيطلعوا في التلفزيونات والقنوات الفضائيه بيقول لك القضيه القبطيه الفضائيه، على فكره انت حضرتك برضه على القناه الفضائيه، انا بطلع من السؤال على طول. والبعض منهم ما بيعملش اي حاجه. هل انت رحت للشهيد قلت له انت مشكلتك ايه حلتها له؟ هل انت رحت لزوره المصاب وقلت له مشكلتك ايه وحلتها له؟ النهارده في ناس بيقول لك عشان تاخد استشاره قانونيه انا عايز منك 120 جنيه عشان تشيرني. طب ده مكتب، انت هتدخل كمان في شغل الناس؟ راحت الناس تستغيث بيهم ومفيش. طب يا استاذ وائل معلش، ما تقول حضرتك دي حاجات شخصيه، دي حاجات شخصيه وبلاش نتطرق ليها يعني، احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه شخصيه. ايوه انت مالك انت بمكتب الناس و120 جنيه ده؟ انت حاجه تخصك في ايه اصلا يعني؟ ده مكتب واحد محامي ولا مكتب؟ انت هتدخل كمان في شغل الناس؟ مالنا ومال المحامي؟ ما انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على العامه. لا مش عامه ايه؟ النهارده اللي فتح مصنع في الوراق ده كان ايه؟ ما يفتح مصنع، انت ايه دخلت؟ كان منين؟ 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 روح قدم فيه شكوى للنائب العام. ماشي. وقول الراجل لا يعني ايه يعني ايه فتح؟ يعني انت عايز تقول في ناس تحصل على اموال مقابل في ناس الاتجار بقضايا الاقباط؟ انت لو حضرتك كنت متابع زياره سياده الرئيس لامريكا، لقينا على صفحات التواصل الاجتماعي واحد بيتكلم فينك يا قداسه البابا شنوده مثلث الرحمات، لما كان بيحصل مشكله كنت بتروح تعتكف في الدير لغايه ما تتحل. الهدف منها ضرب مين؟ ضرب قداسة البابا توادروس. في هناك طيب انت بتعامل، طب بالنسبه لو بقول لك يعني توضيحه لحزب ام النور، لا لا خليني اكمل يا استاذ وائل بعد اذنك. انا عملت استبيان قبل ما اجي. طب ممكن تورينا الاستبيان ده؟ استبيان مع مين؟ انا كنت في الكنيسه لما اتصل. طب ممكن تورينا الاستبيان ده؟ هو لازم اوجبه لك مكتوب. امال ايه الاستبيان؟ انا صدقت ازاي؟ نزل معايا كاميرا بكره يا استاذ وائل وانا اوري لك رد فعل الاقباط على حزب النور. حزب ام النور. ام النور يا
اخواننا كفايه. استاذ وائل يعني كفاية. عشان ما نروحش الكلام طيب صغير يعني. عشان الاستاذ نجيب بس نسمع تعليقه على طول دكتور نجيب جبران. خرجنا عن الموضوع يعني في هذا الموضوع، انا بس بصوب بعض يعني بالكلمات. هو مدخل ده كله في اطار ان هناك من يتاجر بقضايا الاقباط ويتكسب منها. انا بصوب يعني بعض المفردات بس حضرتك. اولا هل بتناقش فكره ولا نيه؟ لا يجب ان نبحث في النوايا وبس. هل الفكره دي خرجت الى حيز الترويج ممكن نحاسبها، ولا خرجت الحيز التنفيذ ممكن نحاسبها برضو؟ انا برضو مش مع الاستاذ عادل لما بقول حكم حزب النور يعني قاعد بحكم قضائي رغم مخالفته الدستور، ما صدرش حكم قضائي لحد دلوقتي. انما لم يصدر حكم قضائي بحل حزب النور. تمام. فليس معنى انه صدر حكم قضائي بحزب النور. تمام. مفيش حد دلوقتي حتى هذه اللحظه كل الاحكام صدرت احكام بعدم اختصاص نوعي، لكن لم يصدر حكم برفض واحد رفع دعوه. بس هو قائم. بعض الموضوع بعض الامور. نمره 2 الحقيقه يعني انا مش مع برضو اطلاق العامه كده ان كل من يظهر في الاعلام، انا بظهر مثلا عشرات المرات. انا قلت البعض. انا بقول حضرتك انا قلت يعني معلش البعض. وشباب ما سبقش ما خصيتش حضرتك شخصك. اديني فرصه اتكلم معلش. انا ما لازم توضح. انا بحترمك لازم توضح. انا ما خصيتش شخصك. شباب ما سبقش، شباب محترم جدا، شباب مكافح، شباب ثوري، وخبر حضرتك ادلى بدلو كاي قوى ثوريه موجوده. نرجع لمرجوعنا بقى برضه. نرجع لمن تكسب وتراجع. نرجع لمرجوعنا. نرجع لمرجوعنا بس عشان نوصل. شباب احنا هنا برنامج لازم نوصل للمشاهد. لا ولا كنت هناك ولا حد شاف هناك. يا وائل وائل لازم نؤصل للمشاهد يا جماعه. ده احنا برنامج محترم جدا. طيب خلينا العاشره مساء دي برنامج يعني الملايين المشاهدين. استاذ وائل لو سمحت. حزب النور. خلينا نسمع بس. حزب النور وحزب الحر العداله هم اول ما اتنشأوا قالوا على نفسهم، مش احنا اللي قلنا، حزب النور هو الجناح السياسي لجماعه الدعوه السلفيه. زي ما قلنا حزب الحر والعداله هو كان الجناح السياسي لجماعه الاخوان. حضرتك اذا هذا الحزب يعبر عن الجماعه السلفيه. خد حضرتك. هو بيقول مرجعيته هي حزب الدعوه. جماعه الدعوه بالظبط السلفيه. ايه بتقول الجماعه السلفيه؟ واخد حضرتك؟ بتقول الاتي: تكفير غير المسلمين. الدكتور ياسر برهامي وانا مقدم فيه كذا شكوى وكذا بلاغ لحد دلوقتي. نمره 2 عدم تهنئتهم في عيادهم. 3 عدم تقلد، لا يجوز تقلد المراه رئاسه الحزب او ترشيح رئاسه الدوله. عدم ايضا تقلد القبطي ان يرشح نفسه رئاسه الدوله. ايضا ان هو يعارض بناء الكنائس، وهو بقول اللي حصل في قريه الجلاء في المنيا واخره. فاذا دلوقتي انا بناقش دلوقتي يا اخواننا، انا هل اناقش فكره لم تظهر الى حيز الوجود ولم تروج، ولا اناقش يعني جماعه دمويه؟ انا بقول وعلى مسؤوليتي هناك افكار كثيره من حزب النور ومبادئه اتخذتها تنظيم داعش، وعلى اخصه ذبح المسيحيين وهدم الاضرحه كمان. هدم الاضرحه لان الجماعه السلفيه هدمت الاضرحه في وقت من الاوقات وذبحت المسيحيين وهدمت الكنائس وهدمت الاديوره. اذا انا دلوقتي يا اخواننا بس مش كل، مش عايز انسب ده لكل القوى السلفيه يعني. حزب النور لم يفعل ذلك والا قدمه للنيابه يا استاذ يعني. يا استاذ وائل انا بقول حزب النور هو الجناح السياسي للدعوه السلفيه، وياسر برهامي عضو اساسي في حزب النور. ممدوح اسماعيل اللي حاصل الكاتدرائيه عضو اساسي في حزب النور. لا ممدوح اسماعيل في حزب الاصاله، هو حزب سلفي يعني. في انا دلوقتي يا اخوانا انا جاي بحاكم فكره، بحاكم الراجل بيقول هناك تخيل. التخيل ده موجود لكل. احنا دلوقتي اعترضنا على الماده 33 وانعقد في نقاب صحفيين اجتماع هام ان الماده 33 كل من اشاع اخبار كاذبه متعلقه بجيش الشرطه يعاقب كذا كذا كذا. لكن انا دلوقتي مجرد فكره لم تخرج الى حيز الوجود، وراجل بيقول لك بتخيل فيما لو اني يعني قضي ببقاء حزب النور ودخل انتخابات، فممكن على في حاجه عندنا في القانون بمفهوم المخالفه. على الجانب الاخر ان حد يعمل حزب يعني كذا كذا مسيحي يعني. فانا بقول يا جماعه ده بالعكس، ده ممكن اخد فكره الاستاذ وائل، بقول فكره تحذيريه للكل، مش هاخد فكره ان انا بحاكمه وانا بفترسه وانا ما بعرفش بعمل ايه. يا جماعه نكون واقعيين، احنا نكون واقعيين. هو كل ما اتناقش قضيه قبطيه اجيب مسيحيين يهاجموا بعض ياكلوا بعض
قضيه الرهبان كان يتعين اساس وقت نجيب واحد مسؤول من الدوله لان الاراضي مخترقه الدوله انشينا قضيه برضه لا بس ما يهمش كان هناك خلاف بين الرهبان والكنيسه أي. كان في خلاف بس الحمد لله بس عايز اطمنك بقى عايز اطمنك المسيحيين انا عايز اطمنك وانت على الفيسبوك وانت قاعد هنا على اللابتوب وجالك يعني انا شفته وانا كنت عندي مداخله حتى الان الحمد لله يبدو ان هناك تسويات ما يبدو ان هناك امور يعني طيب ما احنا قلنا يا جماعه استفيدوا من هذه المناقشه الرهبان كان عندهم حلول مناقشه جميله بيقولوا يا جماعه ينفع الطريق يعدي كده ينفع كده استمعوا الي لكن يعني. اللي انا عايز اقوله يا استاذ وائل ان الراجل بيقول اهو بيقول ان هذه كانت فكره وهذا كان تخيل وهذا كان اسقاط فانا يجب ان ناخد المعنى ليه اخد المعنى السيء وليه اخد المعنى القصد السيء اللي وصله للاعلام لكن استاذ ايه اللي وصله للاعلام الخيال اللي هو فكرة لكن استاذ استاذ حضرتك استاذ عادل تروح تقول عملت استبيان وانت الحقيقه رحت عملت استبيان في الكنيسه انا كنت في الكنيسه موجود الكنيسه ترفض الكنيسه ترفض تماما انا عارف الكنيسه ترفض طيب تماما ولا احنا نرفض الكنيسه ده لما تلف على الشارع انت بتروح الكنيسه تتمنى بالكنيسه انا دلوقتي الكنيسه مالها اصلا بالسياسه على تخيل فلان وحلم فلان وانا حاسب عليه شوف اللي احنا بنجرب الكنيسه مالها بالسياسه انت بتدخل الكنيسه ليه في الموضوع انا اجاب حزب النور بالطريقه القانونيه ايوه انت عملت ايه بقى في الصناديق امال ليه قال في الاول والطريقه القانونيه هي طريقه اعلاميه برضه مجابهه حزب النور ليس اذهب الى المحكمه فقط لا غير وانما ان انا طبعا صراحه محمود احمد صديقي كنا لسه بنعزف المستشار هشام بركات لسه انا ما بتكلمش على اشخاص انا بتكلم عن افكار لا يعني بقى يعني حتى يا جماعه ما هي حتى التلويح بده انت يا استاذ وائل تحاسب اللي بيلوح الموضوع وسيب اللي قاعدين اصلا ما تقاوم يعني انا عايز افهم حاجه أسلوب المقاومة هل ينفع مع الخلاف الكبير يعني انك لكي تواجه تجاره سلاح وضعاره فتقول انا سالوح لا 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 اذا لا 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 لما بتعلم هعمل ايه يا استاذ وائل اقول خطورته في ايه ما انا عشان كده بقول ما عندناش ما ينفعش انك تقول لا لا معلش حضرتك لا لا ما انت بتلعب لعبه طائفيه يا استاذ وائل لما سلط عليه النور لا لما سلط النور ليه بخش في دعوه وطنيه ده انا كده مش بقول انا ممكن عاوز اخد كناحيه وطنيه طب قبل ما اسال الدكتور امجد هل انت مقتنع بهذا التبرير لا بصراحه لا ايوه انت سرطة بالموضوع اصلا لا ايوه انت سرطة بالموضوع ايه الاسم والمسمى مجرد اسقاطه اللي هو بيقول لك انا بسقط وصل للناس قال لك ايه ده ايه اللي بيحصل ده احنا ما شفناش اللي هو من كلامك انت بس اللي هو من ايه ده اللي بيطلع ده انت عايز اعرف سؤال حضرتك دلوقتي احنا بنهاجم حزب النور دكتور حضرتك قاعد بصفتك انا معاك في مجال دكتور امجد ايوه قاعد بقى بيتهاجمني انا ليه قاعد بصفه حضرتك ايه مش بهاجمك انت انا بهاجم فكرة لا الحقيقه ما بنعيش لو لا يا سؤال معلش انا دلوقتي جاي انا بعمل حاجه ضد حزب النور يا سيدي لما اصلا يبقى قاعد انت بتنصح حزب النور انا ما اعرفكش بس اصلا غير لما تعملها بوسيله طائفيه لا حزب النور ده ايه ممارسات حزب النور ده اقول لك لا حزب النور ده ايه الفاضل ما انا بقول لك لما حزب النور ايه حزب النور ده مش عايز تستخدم الادوات الطائفيه لا مش هستخدم الادوات الطائفيه انا بقول لو حزب النور ما نحلش ممكن يحصل كده دكتور امجد هل التلويح يعني هنا الاستاذ وائل بيقول احنا بس بنلوح وهل التلويح بإنشاء حزب مسيحي باسم أم النور للرد على حزب النور ده تصرف سليم؟ لا طبعا هو أنا مع احترامي للأستاذ وائل أنا أغلب ظني أنه ما كانش تلويح بس هو غالبا شاف رد الفعل القبطي على الفيسبوك فهو شاف الهجمة الشرسة اللي لا يستطيع أن يقف أمامها فترة لا ليه؟ فكرتي مش هتراجع عنها فكرة أنا لا لا لو يا أستاذ أنا ما فتحتش بقي أنتوا كنتوا عاملينها ما تخشش في نيتي يا أستاذ ما تستنى ما يخلص خليني بس في أداب الحديث يخلص. أنا بتكلم أنت ما تقس اللي جوايا سيبني أقول لا ما تقس اللي جوايا أنت تتكلم بالكلام اللي إحنا بنقوله لكن طيب. ما خليني خليني خلص من فضلك خلينا اقول يا ليل يا عين واكتب ورايا هي من اداب الحديث اكتب ورايا اكتب ورايا وناقشني هي طيب. الصراحه مش مكلمه انا سايبكم تتكلموا من فضلك لما اتكلم سيبنا اتكلم ما حضرتك قول كلام فشاف في غضب يا سيدي اقول اللي اقوله الله يا سلام اقول طب انا اقول اللي اقوله انت جاي تهاجمني يا سيدي مش هقطعك هكتب وراك ومش هقطعك هو ما قطعكش ما انت عمال تقول كلام يضحك وانا سايبك يضحك ايوه على فكره انا ممكن ارد عليك باسلوب رد يعني. يا سيدي اللي ترد دي حاجه هزليه مش هنزل يا فندم دي حاجه هزليه دكتور امجد ندخل سيبني اتكلم طيب ندخل في الموضوع وما تنزلش المستوى خليك انت في البرج العاجي بتاعك بس سيبني اتكلم ندخل في الموضوع مش في يعني الاستاذ وائل هو اللي يقول انت تتكلم خلاص البعض احيانا عايز ينتزع صلاحيات المذيع لا الله يخليك سيبني اتكلم المهم اكتب ورايا لما اكتب حاجه طيب المهم ان احنا دلوقتي البلد في حاله حرجه جدا الناس كلها متربصه بيها
حللنا الموضوع ده 100 مرة، قلنا ان احنا في سايكس بيكو جديدة. سايكس بيكو الاولى سنة 1916 كانت على اساس الجغرافيا، لكن سايكس بيكو الجديدة اللي هي الربيع العبري المسمى ربيع عربي، هي تفتيت على الاساس الاديان والطوائف والنحل والملل. يعني انت كل القوة، رغم ان انا ما كنتش بؤمن بنظرية المؤامرة، لكن الناس كلها قاعدة حواليك عاوزة انهم يعملوا اي فتيل علشان يولعوا البلد. وانت لما تبص حواليك هتلاقي ان كل المنطقة اللي حواليك خلاص ولعت. ليبيا بقت قبائل، العراق راحت، سوريا ما ظنش انها هتقف تاني، اللعبة ابتدت في اليمن. يعني انت في وضع لا يسمح لك حتى بالتلويح. عارف انا مش هعتبرها تلويح، انا بصفتي طبيب نفسي هعتبر ان انت عندك وسواس جالك، انك انت بيجيلك وسواس كده في دماغك ان احنا نعمل فكر اسمه حزب طائفي. فانا بصفتي طبيب نفسي بعرض عليك ان انا اعالجك من الوسواس ده، لان في وساوس كتير لما بتيجي الانسان بتتعب. وانا يا استاذ لا لا لا. استناني لما اخلص. هتبقى لسانك طويل بشكل يا ده فندم، وتقول عالج يعني دي انا ما يعني، وتقول لي ما تردش يا سيدي. انا بعد ما اخلص خليني اكلم ايه ده بعد ما اخلص ده بيخرف ده بعد ما اخلص ده بيخرب. اقرا التاريخ يا استاذ وائل. هو شايف انك تقول هعمل حزب مسيحي يعني يا فندم ودول على مين يدبحوا فيه؟ انت ما بتشوفش قدامك ولا ايه؟ ايه هو؟ ما بتشوفش قدامك اللي بيحصل ولا ايه؟ يعني بشوف ايه؟ انت اللي بتشوفه وانا بشوفش. انت انا دايما انا اللي هو ايه بيدبحوا يعني لما اشوف اللي بيحصل في الصعيد وبيحصل في كل الدول للمسيحيين شايفينه وعارفينه وشايفين وتتكلم معاه. انت بتحط انت عايز تولعها نولعها. انت عايز تولعها لا عايز تولعها. يا استاذ وائل انا كلامي محدد. عملت يا دكتور ايه اشطفيها انت؟ ما انا انت عملت ايه انت؟ عملني حاجات عملت ايه اشطفيها؟ قول لي واحد استنى بس استنى استنى عملت ايه؟ عملت اللي انت عضو في حزب بقاله 10 سنين مش عارف تاسسه. عملت ايه؟ انت مالك بالحزب؟ انت ايه بتقول في امور شخصيه؟ عملت ايه؟ عملت كل حاجه. ايه كل حاجه دي؟ كل حاجه. ده انا اول مره اشوفه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وانا اول مره اشوفه. عشان ما بتجيش ما وانا اول مره اشوفه. طب ما انا طبعا انت لازم هو انت عارف انا دايما بلاقي اللي بيجيبهم الاستاذ وائل الناحيه الشمال خلينا بس القبطية. خلينا دايما بتدافع عن القضيه بدون خلينا يا جماعه ما تضيعش. انا 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 بحضر انا لسه ما قلتش حاجه. ما تعداش الناحيه الشمال لو سمحت. والله لسه ما قلتش حاجه. التزم كلامك. ايه اللي بيجيبهم من ناحيه الشمال؟ لسه ما قلتش حاجه. طيب اتفضل. التاريخ بتاعنا بيقول ان لا بس عاوز اوائل دي دي. الف لا هو انت يعني الناس اللي هم واخدين صفه الدفاع عن الاقباط وبيقول لي اول مره اشوفك وانا برضو اول مره اشوفك. المهم لو هو مراجع التاريخ في اوائل القرن العشرين لما طلعت الاحزاب طلع حزب بتاع مصطفى كامل الحزب الوطني وكان توجهه اسلامي، وحزب الاصلاح توجهه اسلامي، وكان الوحيد حزب الامه بتاع احمد لطفي السيد. فطلع واحد اسمه اخنوخ فانوس رفائيل 1908 وكان قام هيله جدا وكان معاه دكتوراه من الجامعه الامريكيه وعمل فكره الحزب القبطي وماتت في وقتها على طول. ماتت على طول. ففكره الحزب القبطي انت بتتكلم على يعني هي فكره قديمه حاول البعض كمان انه يعملها طبعاً وماتت طبعاً قبل ان تولد. ما فيش خالص طفل بيولد مشوه. ليه؟ لان انت عارف ان في ناس عايزه تفتت وان انجلترا بتعمل فرق تسد وان هي اللي زرعت حسن البنا سنه 1928 وان لغايه الان الامريكان عايزين يعملوا كوبي بيست زي ما خبطنا الشيعة في العراق زي ما خبطنا مين في مين في ليبيا. احنا عايزين نوقع المسيحيين في المسلمين. بس هي هتصل للاستاذ وائل يعني الامريكان وهيستخدموه ده يعني مشكله انا بيه انا بقول لك مجرد الفكره. طيب انا اغلب ظني عشان الاتهامات للاستاذ وائل معلش انا جاي البرنامج على اني اناقش حزب لكن انت بتقول ان انا لا ده مجرد فكره. طب احنا هنقول ايه الفكره؟ انت جالك لا لا ما هو قال لك انت تراجعت يا بعد يا بيه انت غضب في اوساط المسيحيين. انا الناس اللي تعرفني عارفه كويس قوي. انا لو قلت حزب مش هتراجع حتى لو كنت غلطان. والناس اللي تعرفني عارفه كده كويس قوي. اتهمتنا من طب ايه ده شويه بس لكن قول لي هو هلاوس هلاوس لا لا ما قلتش هو طبيب نفسي وجاي ما كلنا بنحتاج لعلاج نفسي. اذا انت يا استاذ اصل انت عمال تستخدم كلمات انت نفسك مش فاهمها عمال تقول اسقاط اسقاط. الواحد بيسقط اللي جواه على اللي قدامه. لا 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 انا فاهم بس انا اقول ايه؟ لا مش فاهم. لا دكتور امجد يا دكتور امجد لا انا فاهم استاذنا حضرتك خلي بالك بس يا دكتور انت يا استاذ بالنسبه لي انت اللي انت بتعمله سواء تدري او لا تدري
عايز تعملها عراق او سوريا جديده يا فندم. انت بتهاجم وسايب الحزب نفسه اللي قايم. انت هتجنني يا فندم. مين قال لك ان احنا مش بنعمل حاجه؟ عملت ايه بقى؟ بس هي دي مقدمات. خلينا بس ما بعدش. مش القضيه انت عملت ايه ولا عملت ايه. اصل زيادات وزيادات. ثواني خلاص بقى يا استاذ. ما تردش على حزب. ما تردش على حزب ديني من انك تعمل حزب مسيحي. احنا مالناش دعوه بالحزب. انا هقول لك انا جايبين فريق ضد فريق. يا استاذ وائل انا يعني يا استاذ وائل يا أمجد بيه يا أمجد. هو بيقول انت عملت يا دكتور ايه؟ أمجد. انا راجل دكتور عندي عيادة يا دكتور أمجد. انا مش بسترزق من السياسة والسبوبة. حتى لما حضرتك بتقول ماسبيرو، شباب ماسبيرو بدأت كانت فكرة طاهرة وانا وقفت وبيت وبعد كده قفزوا عليها الناس اللي بياكلوا من وراها عيش. زي برضو ثورة 25 يناير. ايوة لما بدت زي الفل ونزلنا وطلعوا الناس قفزوا عليها. يا أستاذ دكتور أمجد. دكتور نجيب. بص اول ليس من اللياقة ان توصف يعني ضيف بأنه مريض يعني. دي من اذا كان معترض. هو بيقول انا عندي انا بعترض على هذا. معلش والاستاذ وائل يجب ان يعترض. معلش هو جاي البرنامج على انها فكره. سواء هو جاي البرنامج على انها فكره. طيب احنا مش في عيادتك يا دكتور. ايه ده الامر الثاني؟ مش في عيادتك كده تنيم الراجل على الشيزلونج. الاستاذ وائل عنده مبادئ منذ نعومه اصفار هذا البرنامج لما كنا من 10 سنين معاه بنناقش قضايا خطيره جدا. عشان اقول لك انا ضيف دائم زي ما اقول لك هو ضيف. انا ضيف دائم يعني. طبعا ومن مؤسسي الحقيقه والعشيره ضيف دائم لك المواقف الفنيه. تعيش تعيش. فدلوقتي استاذ وائل علمنا حاجه جميله جدا ان المشكله هي الناس في المشكله. المشكله هي الناس في المشكله وبقى حضرتك. فانا دلوقتي يعني انت بتقول حضرتك لا هتقوم المسلمين ضد عمر المسلمين ما هيقوم ضد المسيحيين ولا بس ضد المسيحيين. البلد دي انكسر عليها المستعمر الفرنسي والانجليزي والاسرائيلي والاخواني وغيره وغيره. وسوف ينكسر البلد دي زي عبر عنها احد الفلاسفه الكبار اللي دكتور ميلان حنا الله يرحمه. السبيكه. شفت السبيكه؟ السبيكه بتاعت الدهب. حد يقدر يخترقها؟ دي السبيكه اللي هو بيسموها سيفن لايرز يعني سبع طبقات. الرومانية والفينيقية والإسلامية والقبطية والفرعونية والبيزنطية. إذا دلوقتي كلام إني تحرص وقيعة بالمسلمين استحالة بحضرتك. الأمر الثاني لا مش استحالة. لا معلش لو عملت أنا حاجة زي دي لا لا لا, 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 لا إحنا عارفين مصر فين وعارفين. لا بس بقول لك لو ولد حزب مسيحي أو اتجه البعض لإنشاء حزب مسيحي. إحنا كده بيسموها كرييتد كرايم. إحنا بنخلق جريمة. ما فيش جريمة عشان نخلقها. احنا هنا بنناقش فكرة ان وجدت مستقبلا. لكن دلوقتي حضرتك انت بتقول انا عملت مع برهان. عملت مع عمارة اللي قالك ديانتك ديانة فاشلة. وعملت مع برهان اللي قالك انجيلك انجيل محرف. عملت ايه؟ جاي تناقش فكرة عملت ايه؟ خلينا نتكلم على الترابيزة وبوجه مفتوح. المسلمين حبايبي واخواتي اللي راحوا مع دار القضاء العالي لما عمارة قال المسيحية ديانة فاشلة كان اكثر مش عايز اقول اكثر من مين بقى. مش هتكلم تاني. هطلع فاصل وهنكمل بعدها تعليقات اخيره من ضيوفي. وفي كل الاحوال شعارنا انه لا يجب الاحتجاج طبعاً. على احزاب دينيه تستخدم الدين لاننا عانينا في زمن الاخوان معظم المصايب التي نعاني منها كانت بسبب استخدام الدين. لكن لا يمكن ابدا الاحتجاج على ذلك بانشاء حزب مسيحي او التلويح او التلميح بذلك.